ركائز الفريق المونبولي الفرنسي لم يلعبوا في هذه المباراة، وهذه الركائز يعني أتت في يعني وضع صعب. نعرف أن نهاية موسم مونبولي سيتوج قبل الموسم بجولة أو اثنين، لكن هذا لا يعني أن هناك إصابات بالغة، يعني ممكن إراحة اللاعبين في هذا الوقت بالذات هو الذي جعل الانتباه ينصب على هذه المقابلة. بالنسبة للاعبين التونسيين ليسوا موجودين في هذه القائمة السوداء للاعبين، هناك عصام تاج وسام حمام. الشرطة الأبحاث لم يعني تجر اللاعبين التونسيين وسام حمام وعصام تاج. من حسن حظ الرياضة العربية لو كان هناك لاعب عربي لشهروا به بالفعل كل العالم، لكن المهم أن الأبحاث متواصلة. حاليا فريق مونبولي متواجد بفلانسبورغ سيلعب تشامبيونز ليج، والآن يعني هناك يعني ضوضاء كبيرة هالة إعلامية، تحولوا تقريبا إعلاميين من فرنسا لألمانيا بالفعل لمتابعة مونبولي ومتابعة أخبار. الآن ليس تشامبيونز ليج هو الحدث، بل مونبولي هو الحدث. مونبولي من خلال الغش الرياضي، يعني مونبولي الهرم الذي يفوز بالألقاب، لكن مونبولي الآن في وضعية لا يحسد عليها. الجزيرة الرياضية كانت هناك أيضا معهم. نستمع الآن إلى تصريح رئيس نادي مونبولي لكرة اليد ريمي ليفي. إنها أوقات عصيبة نعيشها منذ أكثر من يومين، حيث نتعرض لحملة إعلامية كبيرة. ما أريد أن أقوله أنني قرأت الكثير وسمعت الكثير، لكن كما تلاحظون ولحد الآن نادي مونبولي لم يكن محل اتهام مباشر وليس طرفا في الاتفاق على نتيجة تلك المباراة. لا يمكنني أن أضيف معلومات أخرى لأن التحقيق في بدايته، ولا يمكننا البوح بأسرار هي تحت يد القضاء. في النهاية كل ما في الأمر أن هناك شكوك تتعلق بتلاعب بعض اللاعبين بنتيجة تلك المباراة، والنادي لا علاقة له بالأمر. أعود مرة أخرى إلى ضيفي عبر الهاتف قائد المنتخب التونسي هيكل مجنم. هيكل، استمعت إلى ما قاله رئيس نادي مونبيليه بأن النادي حتى الآن ليس ذات علاقة مباشرة بنتيجة المباراة، لكن قانونيا يعني القانون الفرنسي هل يسمح للاعب محترف أن يشارك في الرهانات أيضا؟ القانون الفرنسي واضح وصريح، وكل في كل أول موسم الرابطة الفرنسية تحذر كل لاعبين من اللعب، وإلا إدلاء. ثم حاجتين مع القانون، ثم حاجتين مهمين. أول حاجة للاعبين يمنع منعا باتا على كل لاعب أن يراهن على أي مقابلة كرة اليد، يعني مش حتى المقابلات نتاعه هو، يعني مقابلة كرة اليد في الدوري الفرنسي أو في الدوري الأوروبي. وخاصة يمنع على كل لاعب أن يدلي بمعلومات هامة كإصابات، كتشكيلة، نقص في التشكيلة للأقارب نتاعه للأصحاب. نعم. في هذه معناتها الإشكالية، إذا اللاعب يخرق معناتها هذا القانون يكون العقوبة نتاعه من 1 إلى 6 مقابلات، وعقوبة مالية من 1 حتى 25 ألف يورو. وثم يمشي حتى يكون الفريق معناتها نتاعه ينجم معناتها يلغي العقد نتاعه كلاعب، لأنها معناتها هفوة كبيرة تتسمى، ينجم معناتها الفريق يلغي العقد نتاعه. بعد ثم إمكانية أخرى اللي هي إمكانية نقولوا احنا معناتها القصوى، هي أن اللاعبين اللي لعبوا في المقابلة تلعبوا بنتيجة المقابلة، يعني معناتها اللاعبين لعبوا المقابلة باش يخسروا المقابلة. وهذا نعم. بالقانون معناتها الفرنسي واضح معناتها وصريح القانون، العقوبة أقصاها 3 سنوات سجن، تولي العدالة تولي 3 سنوات سجن، وعقوبة مالية تصل حتى ل 15 ألف يورو. وأنا بالنسبة لي هذا 70